أستاذ محمد المختار، خلصت الورقة التأطيرية إلى أن تشخيص واقع التنمية بالأقاليم الجنوبية يؤكد تفاوتات ومنازعات خطيرة. بمعنى هناك مشاكل حقيقية أدت إلى إقلاع، إلى هناك إقلاع اقتصادي غير منسجم مع البنيات أو الإمكانيات أو المؤهلات التي تحتوي عليها الجهة. كيف تفسر هذه المفارقة؟ فعلا فيما أرى أن هذه الورقة التأطيرية جاءت لخلق حل جديد بعد أن تفاقمت الأزمة بسبب الاتكال على السياسة التي نهجتها الدولة في الأقاليم الصحراوية من أجل تنميتها، خاصة أن هذه الفترة كانت تطلع بعض التقارير الإيجابية اللي تبين عن الصحراء بخير، وحديث الناس عن الصحراء بخير والمشاريع فيها بخير، وحديث الأمجاد التاريخ دائما الناس ينعتوا لا شيء زين، خلى الصورة لا تتضح بشكل جيد في الرباط، الشيء اللي خلى السياسة التماشية متمادية طيلة مدة من الزمن لمدة 30 سنة، وهون نستيقظ على ما يشبه الغبن، حيث أننا نجد أنها كانت سياسة فاشلة لأنها لم تلامس واقع هذا الإنسان الصحراوي اللي كان ينتظر أشياء جديدة ومل من الانتظار ومل من الوعود، وجاته المرحلة الأولى اللي كانت متسمة الخطاب فيها بالخطاب السياسي اللي ما عنده مدرك، ما تقد تحكم فيهم ولا يعطيك كلمات فضفاضة رنانة جميلة يوقفوا لها الناس في الشمس النهار كامل، وفوتوا ياسر من الزمن يحانوا، وفوتوا عمان يحانوا النتائج، وكان هذا الخطاب السياسي أثبت فشله لأنه كان لا حلف الأذن يا غير النتيجة ما يخالقه. فبعد هذه الفترة الأخيرة حينما تغير الواقع وتغيرت العقلية الصحراوية وتغيرت متطلبات العصر وتغيرت حاجيات الإنسان الصحراوي وتفاقمت المشاكل التي يعيشها الإنسان الصحراوي، عدنا في حاجة إلى أن نسمع خطابا حقيقيا أو اعترافا أكيدا أن السياسة فشلت، وأكيد أن هذا المجلس الاستشاري جاء لكي يوافق هوى كثير من الناس الذين أرأوا أن هذا الواقع ما يخدم هذه السياسة، ما تخدم البلاد ولم تحقق شيئا ولم يستفيد منها الإنسان الصحراوي، وبالتالي كانت النتيجة في التقرير الذي عرض على صاحب الجلالة. إبراهيم، أستاذ محمد المختار، ثبت من خلال تحريات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن آلية المساعدة المباشرة غير المباشرة التي تقدمها الدولة، ونعطيك القيمة ديالها تقريبا 4.6 مليار درهم، لا تستهدف بالضرورة الناس المعوزة. منين كتمشي هذه المساعدة؟ فعلا لا تستهدف الفئة الضرورية اللي هي محتاجة لها، الأكثر عوزا ما تحتاج ما تستفد منها، لأن الموزعين لهذه الاعتمادات يقبضوا بعين الاعتبار مسائل خاصة عندهم هما، يعني ما ينظروا نظرة عادلة إلى هذا المجتمع وينظروا نظرة مساواة، ولهذا خاص واحد إلى عاد بغي يستفاد خاص تعود عنده حظوة عند السلطة وتعود عنده قرابة من أجل باش يستفاد ويجبر حظه منها. ثم إن هذه 4 مليارات هي مبالغ فيها. لماذا هي 4 مليارات؟ هل هي 4 مليارات هناك أم هنا؟ لأنها هناك يمكن أن تكون خرجت 4 مليارات بالأرقام، لكن في الواقع تصل بشكل مزيف، بشكل ما هو واضح، بشكل ما هو نزيه، يعني أنا لا درنا على غير بال. في آخر الإحصائيات كتقول بأن 2 مليار من هذه الأربعة كتمشي في مسائل ديال الدعم، السلع المدعمة، الدقيق، الزيت، السكر، بين قوسين الزون اللي كنعطي هذا أيضا ياسر من الناس المعوزة ما تستفد منه. ثم إن هذه المسائل المدعمة هناك مسائل أخرى غير مدعمة،
وهي اللي تمشي بياسر من جهد الجهد الاقتصادي لجيوب المواطنين. ثم إن إلى أن أعطت دعم هنا هو انتزع من جانب ثاني. ثم من جهة ثانية بعض المرات نسمع في هذا المجال بعض الأفكار اللي هي مغلوطة، مثلا في هذه الورقة التأطيرية يقولوا المبالغ الرواتب المضاعفة، وهذه فكرة أنا أظن أنهم خاصها الورقة التأطيرية خاصهم يصحوها، لأن هي ما كان هناك اللي سمع في الشمال أن الرواتب مضاعفة في الصحراء يقول هذا غبن، أن احنا موظفي الشمال ما نحصلوا على اللي يحصلوا عليه الإخوة في الصحراء، بينما هذه المضاعفة ليست الرواتب وإنما هو الراتب الأساسي، والراتب الأساسي قدره في الراتب عموما هو ضعيف جدا، وبالتالي عاد شوي يندار به ياسر، وهذه الحق خاصة الصحة. محمد المختار، في إطار أيضا نقاش مشكل البطالة في الإقليم، يعني هذه السنوات كاملة يعني تحمل مشكلة. أنا إضافة إلى هذا اللي قاله الإخوة، أنا أظن أن سل الأظفار من الإنسان الصحراوي والتحسيس بأنه إنسان كسول، إنسان عاجز، هذا ما لا يطال فقط الأنشطة اليدوية حتى الأنشطة الفكرية، ولهذا أي إنسان صحراوي نجده في إدارة معينة دائما يتهم بأنه عاجز عن القيام بعمله. خلي الأعمال الشاقة، حتى الأعمال الصوفيستيكية اللي هي ممكن يقوم بها أي إنسان دائما ينظر إليه أنه دون مستوى، أنه لا يستحق أن يحمل المسؤولية. ثم إن الحاجة هي أم الاختراع وهي أم الكد أيضا، إذا كانت الإنسان من يحس بالحاجة لابد أن يكد من أجل تحقيقها، والنظريات العالمية تتحدث عن عنصرين هما الاثنين الأقوى في قهر الطبيعة، وهو الإنسان في القطب الشمالي وفي القطب والإنسان الصحراوي، لأنه واجه أعتى مظاهر الحياة ومصاعبها، ولهذا الإنسان الصحراوي يستطيع أن يقدم كل شيء، ولهذا وعنده قدرات، ولكن لم يسمح له حتى أني نقول لك أنا مثلا أن فرص الشغل في الصحراء هون بإمكانها باش تغطي حاجية الإنسان الصحراوي العامل الصحراوي، لكن بسبب سياسات التهميش هي اللي خلتنا نحس دائما أننا نحتاج الأطر نجيبها ونحتاج العمال نجيبهم. إحنا زين عندنا نبغو نوسع الفرص، المبادرة هي فقط للاستهلاك السياسي وليس للتنمية الحقيقية. أنا عندي إحساس بهذا الشكل، لماذا؟ لأن إحنا منذ زمن طويل، منذ عقدين من الزمن دائما نأس المجالس ونأس الهيئات، المجلس الشؤون الصحراوية والمجلس كذا والمجلس حقوق الإنسان، مجالس عندنا براعة في تأسيس هذه المجالس، ولكن إحنا ما بغينا المؤسسات، بغينا النوايا الحقيقية، النوايا التي تهدف أن تتغير نوايانا، تتغير نظرتنا إلى الأشياء. أنا بالنسبة لي منين تعد النية صادقة نصبر 15 سنة، ولكن بشرط أن الناس اللي طرحوا هذا المشروع خاصهم يعودوا أهل المنطقة، الناس اللي إلى خسر لا يتحملوا خسارته، وإلى صلح يتحملوا يستفادوا من صلاحه، ولكن حينما تملى عليهم أفكار وتصنع أفكار من خارج الإطار وتطبق هناك فانتظر النتيجة، لا. الأفكار أنا قلت للرئيس شاكي بن موسى، قلت له بأن الخطاب الاقتصادي عنده قوة يدفع بها عن نفسه، لماذا؟ لأنه فيها أفكار مربوطة بزمن ومربوطة بآليات ومربوطة بقدرات، ولهذا هل هذا الخطاب إحنا بإمكاننا أننا نبدأه من الآن وبعد شهر يلمس الإنسان الصحراوي نتائجه ويجبر الخيوط الأولى ويدرك
متى يقبل الكرونولوجيا الزمنية لهذا المشروع؟ احنا نعيش عليه، احنا ناس نعيش في الصحراء في خلاء ونتمونكو، ما بالضرورة نعيش الرفاهية والبذخ، احنا بغينا نعيش وحنا مطمئنين ومرتاحين وحاسين أننا هذا العمل نعدله، نتمناه منه نتائج إيجابية، وما المهم النتيجة، المهم نبدأ من أجل تحقيق هذه النتيجة. شكرا أستاذ محمد.